أسعد الله مساكم بكل خير متابعين جاز اللايف، حياكم الله. نحن الآن جانب هذه العربة المتنقلة لأحوال المدنية، حيث سيتشرف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز نائب أمير منطقة جازان بتدشين هذه العربة. خلوكم معنا، راح نشوف العربة الآن من الداخل ونتعرف عليها. هذه هي العربة، الآن ندخل العربة ونتعرف عليها. هذا هو الشباب من الأحوال المدنية ما شاء الله، الآن يقوموا بتجهيز العربة قبل التدشين. وهذا نموذج العربة من الداخل، هذه كاميرا التصوير، هذه البصمة العشرية. وما شاء الله الإخوان هنا الآن يجهزون للتدشين. موفقين يا شباب، موفقين. والآن راح نسوي تجربة، تحط أصبعنا. أيوه ما شاء الله شباب، صوروني الآن. وضع السبابة الآن للتعرف على البصمة، ثم التصوير عن طريق هذه الكاميرا. وهذه الصورة ما شاء الله جميلة والله. Thank you.